وقبل ما نبداو الفيديو ندوزو ديريكت الاخ نوش تيهني الناس ديال ازيلان. اكشو هنيئا لكم، هنيئا لكم الناس ديال ازيلان، الناس ديال دمنات. علاش تهنيهم محمد؟ واش غترجع لهم 17 مليار ولا غادي تقسم معاهم اربع الحشيج ولا الحوت يولي فابور في دمنات؟ وقبل ما تجاوب على هذا السؤال الا سمحتي توريني هنا هاد الناس اللي تتهني. يا سلام، الناس جالسين بكل امانه ونازل عليهم الطين، دابا تقدر تقول لينا باش تهنيهم؟ جد فرحانين باش نعطيو انطلاقه ديال البرنامج 100 يوم 100 مدينه. انطلاق برنامج؟ يا سلام، شنو في هذا البرنامج بالسلامه؟ 100 يوم 100 مدينه هو برنامج للاستماع، للانصات للمواطن. اسمحوا لي يا الاخوان. اوكي. اسمحوا لي يا الاخوان. لقاش ما كاينش شي حاجه سميتها برنامج ديال الاستماع، الناس مقطوع عليها اللسان وجالسه طايحه عليها الضيم وسط الدار كالتالي. كي درتي لها اخ نوش باشا؟ يعني ما تمكنش هاد القضيه هادي، يعني سير وفر الوقت والفلوس باش باغي تزور هاد 100 مدينه، وسير سمع الاغنيه تاع عاش الشعب، تفهم المشاكل ديال المغرب كامل، ما تحتاجش تزور 100 مدينه، داكور؟ باش عاد تسمع للناس، واش انت عاد تسمع للناس؟ ويلي راك معطلة وسير. باش نفهموا اشنو هما الاولويات ديالكم، كيفاش كتشوفوا المدن ديالكم، كيفاش بغيتوا المدن ديالكم يطووا. واصلا واش كاينه 100 مدينه في ديك البلاد؟ اللي عارف على ديك البلاد هو ما فايتينش فيها 10 ديال اشباه المدن.